بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم في ديمو لدبلومة الموشن جرافيكس من جي اف اكس اكاديمي دوت. الدبلومة احنا بنقدمها بشكل جديد وبسعر جديد جدا وبنظرية دراسة جديدة جدا. مبدئيا ايه هو او ايه اللي احنا عايزين نقوله من الدبلومة دي؟ اولا احنا في الدبلومة دي بندرس الفلات ديزاين. الدبلومة دي على فكرة تبقى عبارة عن دبلومتين في بعض. دبلومتين في بعض دي هتتوقف على الفترة اللي انت هتاخد فيها الكورس. كده كده انت هتاخده بالتخفيض، بس في فترة هيبقى معاها دبلومتين في بعض وفترة تانية هيبقى معاها دبلومة الفلات ديزاين. الكلام ده كله يبقى على الايفنت اللي هنعمله ان شاء الله على الفيسبوك، وفي التفاصيل دي كتابة احسن مما تتقال وتدوه في وسط التفاصيل. لكن هنا اولا عايزين نعرف ايه هو الفلات ديزاين، ايه هو اللوبولي موشن جرافيكس، وده محور الدبلومة الاساسي. هنروح لو رحنا على الانفوجرافيكس في الافتر افكتس، لو احنا شغلنا ده كده حاجه زي كده، ده شغل الفلات ديزاين. شغل بيعتمد على الشيبس او الشيب لايرز في الافتر افكتس، بيعتمد على التكست لايرز، بيعتمد على الاكسبريشنز، بيعتمد على الكرييتيف يوز لللاير سيستم بتاع الافتر. مش كده وبس، في كمان في الافتر افكتس او في كمان شغل سكريبتس، ودي احنا هنوفرها او بنوفرها فري في الكورس. اعتقد شغل بالمستوى ده احنا بنشوفه كتير قوي 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 ومطلوب كتير قوي قوي قوي، ومجال الشغل فيه سهل جدا. ميزه الكورس ده انه مش محتاج جهاز قوي انك تشتغل عليه. اي جهاز مهما كانت امكانياته، لو جهاز كور اي 3 برامات 6 او برامات 4 هيطلع شغل زي ده وتقدر تفتح منه بيت. اوريدي في ناس اشتغلت، انا مش عايز اعرض رسائل لناس رسلتني ان الحمد لله ربنا كرمها واشتغلت، بس اهم حاجه في الكورس انك انت تطبق. بعتذر عن الصوره ما خدتش بالي منها، انك انت تطبق تشتغل، اسال زي ما انت عايز. هوريكم دلوقتي موقع الدعم، طلع بروجكتات كامله، ما تطبقش المحاضرات وتسكت. اللي بنشيره البروجكت كامل عشان في مصلحتك انت. لو بنتكلم على مصلحتنا احنا، اي حد هيطبق محاضره هنشيرها، والاسم ان هو طبق محاضرات الكورس. لكن اللي بيطبق المحاضرات فقط احنا ما بنشيرهاش. اللي بيطبق المحاضرات فقط انا بتابعك في المنتدى بتاع الدعم وبقول لك ده كويس ده وحش، لكن عشان اوري الناس شغلك لازم اوريهم شغل كامل، لازم اوريهم فول بروجكت. لان لو وريتهم تطبيقات محاضراتك انا كده بوقعك مش بعليك، لكن لما نوري الناس انك انت عملت بروجكت كامل ده هيكون حافز ليك انك انت تكمل، وكمان هيدي صوره كويسه عنك للكلاينتس، للناس اللي هتتفرج على شغلك. ده بالنسبه للانفوجرافيكس او بالنسبه للجزء بتاع الفلات ديزاين في الافتر افكتس. هنيجي بعد كده هنا السكشن الثاني من الدبلومه، شغل الليكويدز، الشغل المعقد شويه. يعني هنشوف كده الشغل ده، الشغل السريع، الشغل المبهر القوي اللي فيه تداخل الوان في حركات سريعه. ده احنا عاملين له سيكشن بحاله في الكورس مع حاجه بنسميها الليكويد ديزاين. تمام، الليكويد ديزاين اللي هتيجي في الجزء ده كده هنشوفها اهو. الجزء ده الحاجات اللي فيها ليكويدز، حاجات تحس ان فيها سوائل، ده كله سيكشن من ضمن سكاشن الفلات ديزاين في الافتر افكتس. هوريكم كمان اعمال الطلبه وهنعرضها على الايفنت. الجزء الثاني واللي ما تعرضتلوش كتير قوي اللي هو جزء اللوبولي ديزاين في سينما 4D، اللي هو اللي زي ده احنا شرحنا بروجكت كامل من اول الموديلنج لغايه اللايتنج لحد الماتيريال لغايه الريندرنج لحد الكومبوزيت جوه الافتر افكت، عشان تعرف ازاي بتخرج الكلام ده من سينما وتوديه افتر افكت عشان تعمل له كومبوزيتنج او تحط كلر كوركشن او تضيف عليه اكسترا اليمنتس جوه الافتر افكتس. اذا الدبلومه دي اللي هي الفلات ديزاين جامعه بين الفلات ديزاين والانفوجرافيك ديزاين والتايبوجرافيك ديزاين والشيب لاير ديزاين جوه الافتر افكتس، وجامعه بين اللوبولي ديزاين جوه سينما 4D. عرفنا الكورس، نشوف هندرس ازاي. لو دخلنا على الموقع الجديد بتاع السكول اللي احنا ما زلنا بنطور فيه، الشغل عندنا بنظام الاختبارات. يعني انت بتدخل الاول، دي الكورسز اللي موجوده خلاص. انت لو دخلت هنا على الكورسز منها هتلاقي موشن جرافيكس دبلوماز، لو دخلت على الدبلوماز هتلاقي الموشن جرافيك فلات ديزاين. هتدخل على الموشن جرافيك فلات ديزاين
هتلاقي هنا طبعا نماذج مع التفاصيل مع المحاضرين مع كل حاجة، كل ده فيديوهات ديمو موجودة للكورس. هنا بقى هتلاقي محاضراتك، هنا كل محاضرة من دول انت بتضغط عليها بتدخل فيها بالمنظر ده كده، كل دي محاضرات الدبلومة تمام بالشكل ده. لو طلعت فوق بعد ما بتحجز انت بتخش بعد ما بتعمل اجراءات التحويل بتاع الدفع، انت بتدخل بتقول له هنا بتلاقي شراء الكورس، مجرد ما بتشتريه بيطلب منك صوره الايصال اللي انت عملته بتبعتها بنوافق لك على الكورس. اول ما بتوافق لك على الكورس بتلاقي ستارت ذا كورس، بمجرد ما تدخل على ستارت كورس بتلاقي عندك هنا في السكاشن عندك بارت 1، كل محاضره هتلاقي معاها البروجكت فايلز وهتلاقي معاها السبورت فورم اللي هو موقع الدعم بتاع الدبلومه. عندك كل سيكشن من دول عندك بارت 2 بارت 3 بارت 4 بارت 5 بارت 6 لغايه بارت 11، كل مجموعه فيها كويز فيها امتحان. لما بتضغط على الامتحان بتمتحن، الاسئله بتجيلي انت بتقول له فينيش كويز بدرجه يعني مش اقل من 85% عشان يدخلك على السكشن اللي بعده، عشان نضمن ان الطالب فعلا بيذاكر المحاضرات اللي عنده. وده من الحمد لله الحمد لله من انجح الانظمه في انك انت تتابع الطالب وان تخليك تشتغل. مش حابب انك انت تستلم او تخش الكورس بالمنظر ده، ممكن تستلم البلاي ليست بتاعه المحاضرات مباشره، بس في الحاله دي مش هيبقى ليك حساب عندنا على موقع الدعم بتاعنا، لان احنا بندعم بس الناس اللي بتشتغل، الناس اللي اشترت الكورس علشان تشتغل. لكن لو انت حابب تاخد الكورس تاخده كمحاضرات تمام بس من غير ما تلتحق بنظام الاختبارات، فده بيرجع لك بتاخد البلاي ليست من على اليوتيوب مباشره تمام، وما بنعملكش حساب على الموقع بتاع الدعم. طبعا المحاضرات كلها داونلودبل، تقدر تنزلها في اي وقت يعجبك، تشوفها في اي وقت يعجبك، ما انتش مرتبط بموعد. بعد ما بتخش الكورس هنقفل دول بقى تمام، بيتعمل لك حساب على او بتخش تعمل حساب على موقع السبورت support.gps.tv. في السبورت انت بتلاقي كل الدعم على اسئلتك سواء في الدسكشن سواء في البروجيكتس. لو فتحنا مثلا السبورت اند دسكشن كل دي عباره عن اسئله تمام متجاوبه من طلبه سبقوكوا او من زمايلكوا. في عندكم هنا ساعات بننزل مفاجآت يعني حصل لكم فقط، في محاضرات بتنزل فري، حاجات بتدعم او بندعم بيها الطلبه فري. في هنا مقالات بننزلها دايما عن ازاي تفكر تشتغل، ازاي تتعامل مع العميل، ازاي بتقسم مراحل البرومو بتاعك. يعني مش هتطلع من الكورس ده غير وانت عندك خبره عمليه في السوق، انت طالع من هنا شغال، انت مش لسه هتطلع تعرف ازاي تشتغل. حتى بننزل مقالات ازاي تتكلم، ازاي تتفق، ازاي تدور الوقت بتاعك، ازاي كل الكلام ده. احنا مش مجرد كورس وبس تمام. ده بالنسبه للجزء ده. الجزء الثاني اللي هو ازاي في البروجكتس اند ابلكيشنز، هنا بينزل لك مشروع. المشروع ده انا بعاملك فيه كعميل تمام. يعني لو جينا قلنا مشروع المرحله الاولى مثلا، هنا بنوقف الدراسه، بعد كده بننزل لك بروجكت عباره عن PDF فيه معلومات. طبعا كان الموضوع عن الصناعه والاقتصاد، فعلا هم اتفرموا في البروجكت ده. المعلومات دي كاني عميل بقول لك انا عايز 1 2 3 4، مطلوب منك تسلمني في وقت كذا، انا ما عنديش لوجو، هتعمل لي لوجو مش هتعمل لي لوجو، كاني عميل بالظبط. بعد كده انا بستنى المشروع من الناس. لما انت بتطبق المشروع بتاعك بترفعه لي طبعا تمام، بترفعه لي هنا. كل الناس دي طبقت المشاريع بتاعتها والحمد لله طلعوه بمستوى جميل جدا جدا جدا. ده بالنسبه للكورس، بالنسبه لطريقه الدراسه، بالنسبه لطريقه الدعم. في كمان في الكورس احنا بدانا سيكشن جديد اسمه موشن بلس دبلومه، ودي او كورس، وده الكورس ده من حقك فري طالما انت اشتركت في الدبلومه دي. الكورس ده بيضم ال 3D موشن جرافيكس والهايبر رياليزم موشن جرافيكس تمام. هنا امثله على الحاجات اللي احنا هنطلعها في الجزء ده، شغل الميديكال والشغل بتاع السبورتس
والشغل بتاع الشوريلز واظهار المنتجات او انيميشن المنتجات. فطبعا ده هيبقى فري للي التحق بالدبلومه بتاعتنا، لكن كل ورشه من دول المفترض انها هتطلع بسعر لوحده وبدون دعم. لكن بالنسبه للناس اللي دخلت هتشتري او هتاخد الكلام ده فري. ده بالنسبه للطريقه بتاعت الدعم بتاعنا. الموقع سهل جدا، طبعا بنبعت لك فيديوهات بتشرح لك ازاي تتعامل مع السكول وازاي تتعامل مع الموقع بتاع السبورت عشان وازاي تظبط بروفايلك فيه علشان يبقى عندك بورتفوليو كويس تقدر توريه للناس وتعرض فيه الشغل بتاعك. ان شاء الله كل التفاصيل هتنزل على الايفنت، تفاصيل الدفع، السعر، التحويل، كل حاجه هتنزل في الايفنت. انا بس فضلت يكون شرح الكورس ككل عباره عن فيديو عشان انت تبقى شايف بعينك انت هتخرج ايه والمستوى اللي انت هتوصل له ايه وهندعمك ازاي، هيتجاوب على اسئلتك فين وهتدرس فين والنظام هيبقى ايه. طبعا اتجاهات الشغل في المجال ده كبيره جدا ومطلوبه جدا، ومش محتاجه جهاز كبير ومش محتاجه جهاز قوي عشان تشتغل عليه، فهي فرصه قدامك مجال قوي قوي، والسوق دلوقتي في الحاله اللي اي جهاز تعرف تطلع بيه شغل، تعرف تفتح بيه بيت، تعرف تعمل نفسك كارير، فهو فرصه انك انت تشتغل وتطلع شغل باقل مجهود وفي اسرع وقت وبدون امكانيات جهاز قوي، عشان لو السوق حالته اتغيرت واتجه وهو فعلا بدا يتجه للحته دي لحته الرياليزم في الموشن جرافيكس، ساعتها تكون على الاقل قدرت تجيب ثمن جهاز يكون قوي تقدر تشتغل عليه في النقله الجديده للسوق. واشوفكم على خير، وتابعوني في الايفنت ان شاء الله اللي هينزل علشان تفاصيل الكورس. السلام عليكم.